أدان المكتب الثقافة والسياحة في تيغراي جميع الجرائم التي ارتكبت في التقرير الذي اصدرت، وذكرت الجرائم التي ارتكبت كقتل 326 رجلا من رجال الدين، وأنهم ارتكبوا هذه الأفعال عمدا لتطهير عرق تيغراي. وأفاد مكتب الثقافة والسياحة أيضا أن العديد من الأماكن المقدسة والأثار التاريخية دمرت كليا، وتمت السرقة 26 من عملات الذهب والفضة وأدوات أخرى والمخططات التاريخية التي كتبت باللغة الجازية من متحف أكسوم التاريخي. وتم أيضا سرقة أكثر من 300 من الذهب والفضة في الأديرة التي تقع في ولدبة. ولم يكتفوا بالسرقة فقط، بل قاموا ببيع هذه الأثار التاريخية في سوق السوداء العالمي. وأنتم تعلمون جيدا مدى أهمية التماثيل كتمثال أكسوم، فهو يعد من أقدم التماثيل وله تاريخ كبير. وهناك أيضا تمثال يقع في جنوب الصحراء الكبرى على وشك الانهيار بسبب قوات إثيوبيا وقوات دولة إريتريا. وكل هذه الأفعال الشنيعة التي ارتكبت في تيغراي كي تكون تيغراي دون تاريخ، لأنهم يعلمون مدى ارتباط تاريخ تيغراي مع العالم. وطلب مكتب الثقافة والسياحة في تيغراي من يونسكو التدخل سريعا لحماية الأثار التاريخية التي تمت سرقتها وإعادتها إلى تيغراي.